حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن آخر تطورات ومستجدات الحرب على غزة ومعركة طوفان الأقصى وصمود أهالي غزة وكل المقاومين هناك. وبداية نرحب بضيفنا الكريم السياسي المستقل السيد عمر ناصر. أهلا بك سيد عمر ضيفا كريما. حياك الله أستاذ. وأيضا الترحيب بمدير المكتب السياسي للائتلاف 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من لندن. ونبدأ معك سيد عمر. شعب الفلسطيني الذي صمت كل هذه العقود طيلة هذه العقود الماضية في هذه الحرب وهذه المواجهة الطويلة جدا، هل نستغرب صموده في هذه المعركة؟ تحية مسائية لجنابك الكريم ولضيفك الآخر من الجهة من لندن. من لندن. يعني لا يستغرب أن يكون هنالك صمود للمقاومة الفلسطينية، وهي التي خاضت معارك شرسة وانتفاضات متتالية وثورات من عام 1948 ولحد هذه اللحظة دون وقوف أي دولة من الدول العربية بموقف واضح وصريح، حتى إلا العراق الذي وقف مع القضية الفلسطينية في منذ أن نشبت في تلك الفترة. من يطلع على سير الأحداث اليوم ويرى كيف بدأت كرة النار تتدحرج في غزة، ويرى كيف بدأت تتبلور سيناريوهات كثيرة بما يتعلق بموضوع التهجير وإلى آخره، سيجد بأن مثل هذا المخطط هو يندرج ضمن قائمة خارطة الشرق الأوسط الجديد التي ذهبت لترويجها وتثقيفها في الولايات المتحدة الأمريكية في أوقات سابقة. وهذا دليل على أننا اليوم بدأنا نرى بأن قواعد اللعبة السياسية في جميع في جميع السكان لدى جميع سكان الكوكب بدأت تتغير، وخصوصا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي رأيناها اليوم بأنها بدأت تلقي بظلالها السلبية على أرض الواقع. اليوم الولايات المتحدة ولأول مرة في التاريخ تخوض حربين بنفس الوقت، وهذا أدى إلى أن يكون لديها استنفار كبير، على اعتبار بأن هذه الحرب أنا باعتقادي أراها بأنها حرب مصيرية، ذهبت إلى أن يكون لديها تكتل، وذهبت لأن تدعم إسرائيل بكامل قوتها وأوكرانيا من خلال الدعم اللوجستي والدعم العسكري وإلى آخره، و بالمال التي اشارت في الاسابيع الماضيه الى انها قد رصدت اكثر من 100 مليار دولار لاسرائيل واكثر من 60 مليار دولار لاوكرانيا. كل ذلك دليل على انها على ان اسرائيل اليوم بدات تشعر بانه بهذه الاوقات هي اصبحت محرجه بشكل كبير، سيما انها اليوم ان المقاومه الفلسطينيه وبدات تسطر اروع الملاحم من خلال اعتمادها على الأساليب الغير معهودة وعلى العمليات الاستخبارية فوق النوعية. وأنا أعتقد بأنها اليوم حتى ليس من المستبعد أن يكون هنالك أسلحة جديدة لم يكشف النقاب عنها لحد هذه اللحظة، على اعتبار بأنها اليوم المقاومة الفلسطينية ترى على أرض الواقع كيف تسير المعارك بصورة واقعية على الأرض، حتى تبدأ باستخدام كافة أي تكتيك لديها بالأيام المقبلة. طيب سيد عمر، يعني مو فقط صمود إذا المؤشر حاليا في هذه المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هناك أيضا قوة ردع إضافة إلى هذا الصمود، لكن إلى أي درجة هذه قوة الردع التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية شلت استراتيجية الكيان الصهيوني؟ عنصر المفاجأة دائما هو موجود لدى المقاومة الفلسطينية، وهذا هو الذي أدى إلى أن يكون لدى القيادة الصهيونية لديها تخبط في أحيانا في اتخاذ القرار، تارة تجدها بأنها تريد الاجتياح وتارة أخرى تتعرض للضغط من قبل أمريكا حتى لا تذهب بفتح جبهات أخرى، منها جبهة الشرقية أو جبهة الشمال مع حزب الله، وتارة أخرى تراها تذهب إلى إلقاء الفسفور المنظم أو الفسفور الأبيض الذي هو محرم دوليا وترويجها بالأيام المقبلة، ربما أنها سوف تستخدم القنابل الإسفنجية أو القنابل الزلزالية التي هي اليوم بدأت التي هي أيضا تعد محرمة دوليا. كل ذلك بسبب أنها لم تستطع لحد هذه اللحظة الوصول إلى البنية الأساسية
العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وإنما كل الأهداف التي ذهبت إليها، وأستطيع أن أقول بأنها أهداف مدنية بامتياز، وذلك أدى إلى أن يكون لديها رعب. ومن خلال التطور الذي الجديد والتكتيك الجديد الذي أحدثته المقاومة الفلسطينية من خلال استخدام الطائرات المسيرة الزواري أو إلى آخره، من خلال إلقاء يعني من خلال التوغل من خلف خطوط العدو من خلال الأنفاق، وهذا دليل على أنها اليوم بدأت المعركة تأخذ منحا جديد، ليست كالمعارك الماضية التي هي شهدناها في القرن الماضي أو في بداية الألفينات أو حتى في يعني السنين العشر المنصرمة. لذلك أقول علينا اليوم أن نظر بعين الموضوعية وأن نرى هل حققت المقاومة الفلسطينية جزء كبير من النجاحات. أنا أقول لك نعم، كسرت الهيبة الإسرائيلية التي كانت هنالك والقبة الحديدية التي كانت تتبجح بها من خلال الرشقات الصاروخية التي وصلت إلى تل أبيب وديمونة وأفرات والسدروت وبئر السبع وغيرها من خلال إطلاق صواريخ E-120 التي هي أدخلت إلى المقاومة الفلسطينية وذهبت إلى أن تكون هنالك زعزعة في الأمن الداخلي الإسرائيلي. أيضا نجدد الترحيب بمدير المكتب السياسي لحركة الرابع عشر من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي، ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من لندن. أهلا بك مرة أخرى دكتور. وبداية، محاولات الاجتياح البري الفاشلة من قبل الكيان الصهيوني لقطاع غزة، هل ستجبر الكيان على الرضوخ؟ نعم، تحية لك أخي الكريم وعلى السادة المشاهدين الأكارم، وتحية إلى أهلنا الصابرين في غزة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ هذا الصراع. بكل واقع، ونحن نسمع من المحللين العسكريين يتحدثون بأن الفشل البري أنتج عن زيادة في القصف الجوي، وهذا حسب ما يتفضل الخبراء العسكريون على واقع الميدان. ونحن نشاهد الآن على وسائل الإعلام أن مقتل عدد كبير من الصهاينة في خلال المواجهة البرية اليوم، ولا زالوا رغم البروباغندا الإعلامية الغربية والصهيونية لا زالوا هم على أطراف شرق وشمال غزة بحسب ما تتوارد الصور. فبالتأكيد الفشل البري هو نتج عن هذا القصف الذي هو في كل لحظة تنتج عنه مجزرة كبيرة. طيب أيضا دكتور، مثل ما ذكر ضيفنا الكريم سيد عمر، هناك كسر لهيبة الكيان الصهيوني، كسر خصوصا لهيبة الجيش الإسرائيلي. هذه الانتصارات على هذه القوة الكبيرة الإسرائيلية ممكن أن تشجع المقاومة على القيام بالمزيد من الهجمات؟ بالتأكيد، عندما ينجح فصيل في مباغدة العدو الصهيوني في السادسة فجرا ويلحق به أكبر هزيمة في تاريخه منذ تأسيسه، بالتأكيد هذا سيعطي فرصة وأمل كبير لكل المقاومين والثوار في العالم، وتحديدا في وحدة الساحات، مقاومين وحدة الساحات، أن يعني يواصلوا جهودهم، خاصة أن هذا الكيان يحتل أقسام ما زال من جنوب لبنان مزارع شبعة، ولا زال يحتل الجولان، ولا زال يفكر في احتلال كثير من الدول، لأن مرحلة غزة هي مرحلة قلب، يعني لا سمح الله أن انتصر هذا الكيان ولن ينتصر، ستكون بعدها مرحلة ضم الضفة إلى الأردن، وهذا أمر واقع، لأن حلم الدولة الصهيونية الكبيرة هي أن يحتلوا كل هذه المناطق وحتى العراق وحتى باقي الدول. ولهذا هذا الخطر اليوم هو خطر قومي على محور المقاومة. بالتأكيد زرع المقاومون أمل جديد عند كل شعوب العالم. كلنا نتذكر في السابع من أكتوبر كيف رجعت كرامة العرب، رجعت كرامة المسلمين، كيف حرقت ورقة التطبيع واتفاقية إبراهام. ونعطيك بين قوسين خبر عاجل الآن على قناتكم، يعني حكومة برلمان آل خليفة المعين
قال أن الحكومة سحبت سفيرها، صحيح حكومة آل خليفة من تل أبيب، وأرجعوا نعم سفير البحرين. بقى الآن دلتا وصل خبر أن وزارة خارجية البحرين تنفي هذا الخبر وتقول أن علاقتها مع الكيان الصهيوني مستقرة، خاصة أن مجلس النواب هو معين ولا صلاحيات له ولا يعترف فيه حتى نظام آل خليفة الذي عينه. إذن اليوم قوة الميدان هي من تثبت الوقائع، ولكن نحن لابد أن نتكلم اليوم، والكل ينتظر غدا خطاب سيد المقاومة سيد حسن نصر الله في التوقيت الذي اختار سماحته، التوقيت السياسي والعسكري والإعلامي أيضا، لكي يقول شيء جديد للأمة، والكل العالم تنتظر هذا الخطاب. واليوم في نفس الوقت لابد، وأنا أقولها، على قناة فيها يعني قناة الأيام التي هي على أرض عراقية مسلمة مجاهدة، وعندها الأبطال الحشد الشعبي، وعندها كل هؤلاء الشرفاء المقاومون مع باقي إخوتهم، أقول لابد اليوم أن يتحرك 120 مليون مصري، الجيش المصري، الجيش الأردني، لابد اليوم أن تنكسر هذه الحدود، لأن ببساطة من يمنع أن تتحرك هذه الشعوب غير القرار الأمريكي والذي يهدد هذه الحكومات بسقوطها إن استجابت لمطالب شعبها؟ طيب، هذه الحكومات ربما لا يعول على قرارها بالدخول وعلى خط المواجهة فعليا، لكن الشعوب إلى أي درجة ممكن أن تضغط على حكوماتها وعلى زعمائها سيد إبراهيم حتى تقوم بأي خطوة ولو تقديم دعم على الأقل كما فعلت اليمن التي أعلنت بشكل صريح دخولها على خط المواجهة والمشاركة بهذه الحرب وتقصف تل أبيب بصواريخها؟ هذا سؤال جدا مهم، وتصور هو الأهم، وهو في الصميم، وهو من يغير العادلات. هناك وحدة ساحات اليوم بين وحدة ساحات قوى المقاومة المصرية، يجب أن تطلق آليات اليوم لتفعيل وحدة الساحات العربية. نعم هناك شرفاء في الأمة كلها، يعني أنا أكلمك من لندن، بعد غد السبت هناك مظاهرة كبيرة يدعى إليها في كل مناطق بريطانيا لكي تتجه إلى لندن وتكون السنتر. يعني فعندما تتكلم عن الدول العربية، لا زالت الأعداد هناك، لا زالت خجولة، لا زالت لا تمثل حتى 10% من باقي الشعوب العربية، وكل على حسب ظرفه. أنا في البحرين، بلدي وطني البحرين، وصل عدد تجاوز عدد المعتقلين الذين اعتقلهم نظام آل خليفة بسبب تظاهرهم، عدد معتقلين بحارنا أكثر من 30 معتقل وغير المطاردين لأنهم تظاهروا مع فلسطين. في الإمارات والسعودية يجرم رفع علم الدولة الفلسطينية، يجرم، وربما تعرفوا نظام محمد بن سلمان يؤخذ صاحبه إلى الإعدام. لا أتكلم عن الإمارات، الإمارات هي شريكة في العدوان، الإمارات وشعبها للأسف يمكن أتمنى أنه يرفض هذا الشيء، لكن الإمارات محمد بن زايد مع الكيان الصهيوني مع الأمريكان والغرب هم في قمة التواطؤ والخذلان مع ضد غزة وضد أهلنا في غزة. لا يمكن أن تعتبر اليوم محمد بن زايد إلا خصما وعدوا لفلسطين والأمة العربية والإسلامية، موقفه غير باقي حتى الدول. ولهذا اليوم مدعوين شعوب الخليج والشعوب العربية اليوم لكسر حاجز الخوف وللتظاهر، لأن لا تنقسم المسألة على اثنين. أستاذ الكريم، تسمع عن الفسفور الأبيض؟ لا. هذا الذي يحرق الأجساد على مسافات طويلة. أنت تسمع عن مذبحة جماعية في كل دقيقة، لا يقتلون فرد أخي الكريم، عندما هم يستهدفون يعني وحدة كاملة متكاملة، وحدة سكانية، يعني الضربة الواحدة تذهب لك عوائل وتمسحها من السجل المدني. وصلنا قبل قليل بزميل لكم مراسل قناة الأقصى، قتلوا كل عائلته ومسحوها من السجن المدني، مثل ما قال الصهاينة عندما استهدفوا زوجة زميلكم وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، قالوا نعلم أن عائلته موجودة في هذا المكان، هذا قتلناها بأكملها. أنت أمام إجرام العصر، جريمة إبادة جماعية بمعنى الكلمة، تتطلب على الجميع اليوم أن لا تكون فقط ردود فعل، لأن لا سمح الله أن انتصر القذر النجس نتنياهو، تقريبا لا يوجد بعدها شيء اسمه وحدة ساعات ولا كرامة عربية، لأن سقوط غزة لا سمح الله ولن يحدث، سقوط غزة هو سقوط محور المقاومة،
هو سقوط الإسلام، هو سقوط الدين، هو سقوط العزة. قبل دقائق فقط شاهدت مقطع فيديو يهودية ترد على بايدن وتقول له أوقف إطلاق النار في غزة، هناك أحرار في كل العالم. اليوم ليس مطلوب عليك أن تكون عراقيا أو بحرانيا أو كويتيا أو فلسطينيا أو لكي تنصر فلسطين. اليوم هذه قضية فعلا قسمت العالم إلى قسمين، قسم متوحش قاتل دامي وقسم يريد للأمة أن تكون في خير، ولهذا طيب. المسؤولية على الجميع اليوم. أرجع لك هاي المقارنة ما بين القسم المتوحش والقسم الداعم لما يحصل في من مقاومة فلسطينية دكتور إبراهيم، لكن خليني أرجع مرة أخرى إليك سيد عمر. توحيد ساحات المواجهة التي ذكرها دكتور إبراهيم في مواجهة الكيان الصهيوني ممكن أن يعني فعلا توسع هذه الحرب وبالتالي مواجهة المنطقة وربما العالم مخاطر حرب عالمية أو قد تكون حرب محدودة إقليمية؟ يعني نحن لازلنا في المرحلة الأولى من الحرب التقليدية، أعتقد بأننا لم نصل بعد إلى أعلى نقطة في مرحلة الاحتكاك المحدود. الأيام المقبلة إذا ما تجرأت الإسرائيل بالتوغل بعمق وذهبت إلى أن يكون لديها فكرة زج الفلسطينيين أو دفع مليون أو مليونين فلسطيني من شمال غزة إلى جنوب غزة باتجاه معبر رفح باتجاه للضغط على مصر حتى يكون هنالك تهجير إلى سيناء، ومن ثم سوف يكون لديها انتقال إلى الخطوة الثانية بالدفع بالضفة الغربية وتهجيرهم، تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، آنذاك ربما سوف تتدحرج كرة النار وسوف تبدأ المرحلة الأخيرة من الحرب. اليوم نرى بأن لحد هذه اللحظة هنالك يعني نوع من التردد في عملية التوغل، على اعتبار بأن البنية يعني الحماس هي لا توجد على سطح الأرض بل هي تحت الأنفاق، وكما أشار رئيس يعني وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت أشار في الأيام الماضية بأنه لا يمكن أن نتبع سياسة الحصار، حصار ستالينغراد، ومن ثم ضرب الفلسطينيين أو الحماس من الجو، لأننا سوف لن نقضي على حماس، ولكن الأهم من ذلك سوف يكون من خلال الاجتياح البري، وإذا كان هنالك اجتياح بري سوف نتعرض إلى ضربات عنيفة من قبل حماس، على اعتبار بأنها هي تحت الأنفاق. إذن اليوم يعيش الإسرائيليين بحالة من الذعر والهلع في الداخل الإسرائيلي، على اعتبار بأن الضغط الشعبي بدأ يزداد على حكومة نتنياهو، وأصبح وهنالك 49% من الإسرائيليين يرون بأن إخفاق 7 أكتوبر هو بسبب المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل، ويرون بأن هنالك ربما يعني أصبح نتنياهو هو خطر على إسرائيل، في حين أنهم بدأوا يشعرون بازدياد بعدد الأسرى الموجودين لدى الفلسطينيين الذين وصل عددهم إلى 242 أسير، وعدد القتلى الذين من الضباط والجنود وصل إلى 233، وهذا تحول خطير لم تشهده إسرائيل على طيل السنين الماضية منذ أن احتلت فلسطين عام 1948 ولحد هذه اللحظة. المفارقة الغريبة أنهم اليوم بدأوا يذهبون إلى رفع معنويات الجنود الصهاينة، بحيث استعانوا بأديب يطلق عليه عزرا ليخي، هذا أو عزرا ياخين، هذا عمره 95 سنة، وهو ذهب للتنظير بأن هذه الأرض هي الأرض المقدسة لليهود، الأرض المقدسة لإسرائيل، وهو أحد عناصر فرقة ليحي الصهيونية التي كانت لها أثر كبير في مجزرة دير ياسين ومجزرة السرايا التي حدثت في عام 1947. نحن اليوم أمام إذن هذا من المجرمين الأوائل يمكن سيد عمر. هذه الجرائم هي في طول يعني سنوات المواجهة وعقود المواجهة هذه الجرائم ترتكب حتى أن هؤلاء المجرمين الأوائل كبروا أو نفقوا، هناك إنتاج جيل جديد من المجرمين آخرهم نتنياهو ومن يقوم حاليا بارتكاب هذه المجازر في غزة.
نجي هنا إلى قوة الردع الفلسطينية التي تعتقد أنها مختلفة عن القوى السابقة، رد فعلها، ردعها لهذه الجرائم الصهيونية؟ يعني الشاشة تتحدث، والصواريخ هي من تتحدث، وكل رشقة صواريخ تذهب إليها المقاومة الفلسطينية يكون من خلال جدولة في إطلاقها. في السابق لم يكن هنالك جدولة، وهذا هو تحول نوعي للمقاومة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، عملية دخول تكنيك جديد لموضوع استخدام أسلحة جديدة وتطويرها محليا، وعلى سبيل المثال قنابل أو قذائف الياسين 105 الترادفية كانت هذه هي مخصصة للدروع، ذهبت إلى اختراق الدروع ومن ثم تعمل تفجير داخلي وتكون الضربة مزدوجة من خلال يعني إلحاق أضرار بالمدرعات وقتل من فيها. هذه جزء من الأشياء، الطائرات المسيرة وبقية الصواريخ الأخرى التي أشرت لك في بداية الحديث، أي 105 بالإضافة إلى كثير من الأسلحة الأخرى المرتقب استخدامها لم يكشف النقاب عليها. بالإضافة إلى أن يوم أمس أو قبل أمس كان هنالك استخدام للتوربيد الذي ذهبت إليه المقاومة الفلسطينية وأعلنت وكشفت النقاب عنه، وربما سوف تكون هنالك أسلحة جديدة تتخذها. إذن هذا يمكن سيد عمر إذا تسمح لي قاطعك، هذا كان سبب بتراجع الحروب الماضية، هذا كان سبب بتراجع وانسحاب حاملة الطائرات الأمريكية إلى موقع آخر. يعني حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور أو يو اس اس فورد يعني بقية الحاملات الطائرات الأخرى الموجودة في المياه في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، كلها اليوم هي جاءت لأجل أن تتحرك باتجاه التحرك الاستباقي، لأنها أو حركة الردع الاستباقي بالإمكان القول، حتى تكون بمثابة الفزاعة التي تمنع من دخول أي جهات ثانية وتشارك بهذه المعارك مع الفلسطينيين. لكن بمآل الأمر هنالك يعني ربما مهما طالت الحرب سوف يكون هنالك بنهاية المطاف حفظ لماء الوجه تذهب إليه إسرائيل، لأنها اليوم تكبدت خسائر كبيرة من خلال إعلانها ب 246 أو 64 مليون دولار خسارة يومية، وتكلفة الحرب التي أشارت إليها مؤسسة ميتاف الاستثمارات أنها سوف تكلف أكثر من 17 مليار دولار. هذه هي الأشياء الغير منظورة التي لم يتحدث عليها الولايات المتحدة عندما قالت بأن من الخطأ الاستراتيجي الذهاب إلى إيقاف الحرب بل الذهاب إلى هدنة إنسانية. لكننا اليوم نقول كلما زادت من صمود المقاومة الفلسطينية كلما كان هنالك يعني نوع من الإرباك في الداخل الفلسطيني، وسوف تتولد قنبلة شعبية ستتفجر في أي لحظة من اللحظات، وسوف تأكل اليمين المتطرف هناك، بالإضافة إلى أنه سوف يكون هنالك تصدع في القرار الداخلي الإسرائيلي. أرجع لك دكتور إبراهيم، وكنت تقارن ما بين الدول الداعمة لفلسطين والدول الداعمة للكيان الصهيوني، لكن الدول الداعمة لفلسطين ما تلاحظ أنها جميعها دول ناضلت من أجل الحصول على الحرية، ناضلت وقدمت تضحيات، هذه شعوب هذه الدول قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الحرية، بينما دول الداعمة للكيان هي من دول كانت دول استعمارية، كانت دول تقيد الحريات، تصادر هذه الحريات وحقوق الإنسان في كل العالم. أتفق معك في هذه المقاربة، لأن ببساطة اليوم كيف تتحرك الشعوب وتتحرك الشعوب من تلقاء نفسها، وإذا كان هناك نظام سياسي يحكم هذه الشعوب بحيث يكون منتخب شعبيا كما تفضل جاء عبر نضال طويل، بالتأكيد هذا سيعبر عن الشعوب. هذا نلاحظه تقريبا في الجزائر، نلاحظه في حتى دول اللاتينية التي قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني وطردت السفير بكل وضوح. يعني فهذا أكيد بالضبط مربوط فيه، وهو ما يحرك
أساسا أيضا الشعوب، على عكس الدول التي هي وظيفتها أساسا أن تكون حرس حدود وتوظف جيشها بأن يكون حرس حدود للكيان الصهيوني، على غرار ما يحدث عندنا في البحرين الذي عندنا اسطول أمريكي خامس قاعدة بريطانية. وقال المتحدث الصهيوني أمس في المؤتمر الصحفي، المتحدث العسكري قال أننا نستقي المعونة والمعونات الاستخباراتية والمعلومات الجسية وكل شيء من الأسطول الأمريكي الخامس. وأين هذا الأسطول متواجد؟ متواجد في البحرين. وهل يجرؤ حكام آل خليفة أن يأخذوا قرار بطرده؟ أكيد سوف يزيلوهم الأمريكان من مقاعدهم في نفس اليوم. وهذا يعمم على باقي الدول، يعني أنت تتكلم عن دولة عظمى كبرى في الدول العربية مثل مصر اليوم. لا. ما الذي يمنع مصر أن ترسل ماء واحد إلى، يعني أن ترسل نفط أو بنزين أو أي شيء إلى غزة عبر معبر رفح وتساهم في سجن الغزاويين؟ هناك تساؤل البارحة انطرح يمكن من بعض المراقبين، إذا تسمح لي دكتور إبراهيم، يعني معقولة الدول العربية اللي تنتج ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يوميا تعجز حاليا عن مساعدة فلسطين بالوقود؟ هناك مستشفيات في قطاع غزة أنهت خدماتها بسبب نقص الوقود أو انعدام الوقود أصلا؟ هناك سببان. أول سبب أن هذه الدول حكومات المطبعة قرارها ليس بيدها، قرارها هو مرتبط مباشرة بالبيت الأبيض، ويعني وهذا معروف. أمر ثاني أنها تمارس الكيل بمكيالين، يعني في ظل المجازر التي تقام في غزة، تركي الشيخ ومحمد بن سلمان وغيره يحتفلون بالرقص وبصرف المليارات في برنامج ما يسمى الترفيه. يعني أي ترفيه؟ أي دولة عربية عندها غيرة تقوم بترفيه وضحك ولهو ورقص ومجون، وخاصة هذه الدولة فيها الحرمين الشريفين وهناك جارة لها غزة تباد من الخارطة الجغرافية وتضرب المقدسات. هذا له علاقة بثقافة هؤلاء الحكام، بإيمان هذه الحكام. وعلى فكرة من عمبات تمنع الحكومات الغربية وتحديدا أمريكا وبريطانيا يمنعون أي حركة تحررية تكون في هذه الدول التي يرأسها حكومات مطبعة. لنتخيل أن يظهر القرار الشعبي المناصر لفلسطين بحكومة منتخبة تمثل شعبها، هذه كارثة على الأوروبيين وغيرها. ولكن نقطة مهمة، لا يجب علينا أن نقف ساكتين دائما. التحولات والتغيرات في المنطقة نتيجتها تهجير، نتيجتها دماء، نتيجتها تضحيات كبيرة. لا تقام هذه الأمور، لا تتغير بسهولة. هناك من ضحوا بحياتنا، خاصة إحنا أتباع المذهب الجعفري نؤمن اليوم أن أهل البيت عليهم السلام قدموا أرواحهم لكي يبقى الدين ويبقى الإسلام وغيرهم من كل هؤلاء المؤمنين في العالم. اليوم أريد أركز على نقطة مهمة، اليوم مع طوفان الأقصى قتلت الطائفية، قتلت المذهبية. اليوم دم الشيعي ودم السني هو واحد، دمه عربي. اليوم بالعكس هناك غربيين وغيرها يكون ويحترقون، يعني ألم أمام هذه المجازر التي تحدث في غزة. لا ينبغي اليوم أن يرسل أي خطاب طائفي على الإعلام. نحاول اليوم، يعني عندك اليوم، دعني أقول هالكلمة، عندك مثلا هناك شخصيات معروفة، شخصيات تكفيرية وهابية مثل طارق سويداء، مثل فجر السعيد، مثل بعض هؤلاء الذين يظهرون على 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 القنوات ومواقع التواصل لكي يشوشوا. قسم منهم دعا للجهاد وجهاد النكاح والذهاب إلى سوريا، وينهم اليوم؟ اليوم يشتغلون على الفئن على الفتة، لأن هؤلاء مثل قطع الشطرنج. الذين بقوا أخي الكريم، هؤلاء الذين أنت سألتني عنهم من سؤالك الكريم، الذين هم جاهدوا وناضلوا وقدموا التضحيات لكي يحصلوا على كرامتهم ومكانتهم في شعوبهم ودولهم ويناصروا القضايا المحقة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. سيد عمر، مقابل إغال إسرائيل بالدم الفلسطيني، هناك اليوم ازدياد بأعداد الداعمين، لكن ما مدى أهمية هذا الدعم أو ازدياد هذا الدعم من قبل دول وشعوب العالم أجمع، من شعوب غربية خصوصا، من شعوب ما لها علاقة بالعرب والإسلام، بينما دول عربية
تتغاضى نوعا ما، لكن دول عربية غربية، دول أوروبية، شعوب من مختلف أنحاء العالم، ما مدى أهمية دعمهم للمجازر أو ضد المجازر التي تحدث في غزة؟ يعني الشعوب دائما هي تختلف اختلافا كبيرا عن موقف الحكومات، وتجدها دائما هي التي تذهب إلى القضايا الإنسانية الجوهرية التي تتعلق بالوقوف مع أي شعب في المعمورة. لذلك تجد مثل هذا الموضوع، أي القضية الفلسطينية والضحايا والمدنيين الذين ذهبوا شهداء في الفترة الأخيرة ولا زالوا يذهبون، هم أصبحوا يعني محط اهتمام أنظار جميع دول شعوب جميع شعوب العالم. أما بخصوص المواقف الدولية فهي لحد هذه اللحظة هي خجولة ولا ترتقي لمستوى الطموح، بل هي داعمة للكيان الصهيوني، أغلبها داعم للكيان الصهيوني، وأغلب تلك الدول هي ذيول للولايات المتحدة الأمريكية. هنالك نقطة جوهرية أود الذهاب إليها بخصوص المعارك الموجودة في غزة. الموضوع أشار إليه كارل كلاوتفيتس في كتابه عن الحرب عام 1865، والذي ذهب إلى تحديد معايير الانتصار وذروة الانتصار وكيف تتحقق هذه الذروة، التي بدأ يعني يطرحها وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي ذهب إلى أن تكون الحملة التي سوف تذهب إلى غزة بالاجتياح البري تتكون من خمس مراحل. المرحلة الأولى الضرب بعنف وشراسة على المقاومة الفلسطينية حماس، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية هي مرحلة القضاء على الجيوب، ولكن باستمرار القتال والضرب الجيوب الفلسطينية المقاومة. والمرحلة الثالثة هذه الثانية والمرحلة الثالثة هو الذهاب إلى إنشاء نظام سياسي جديد بديل في غزة، والانتقال للمرحلة الرابعة وهو إزالة يعني التبعية، أو ليست التبعية وإنما إزالة مسؤولية إسرائيل عن غزة بشكل كامل، ومن ثم المرحلة الخامسة هو ضمان أمن واستقرار الإسرائيليين في كل فلسطين المحتلة. هذه هي النتيجة التي سوف يذهب إليها وزير الدفاع الإسرائيلي إذا ما كانت هنالك أي نوع من التطورات التي لم يحسب لها حساب. ولكن اليوم نرى بأننا بأمس الحاجة إلى الدعم الإعلامي للمقاومة الفلسطينية، على اعتبار بأنها هي بأمس الحاجة اليوم لأن تكون الأصوات العربية والإسلامية تضج في كل دول العالم، وأن يكون انتقال الصوت هذا من المحلي إلى العالمي بشكل كامل. تدري سيد عمر، احنا اغلب الإحصائيات نحصل عليها وكذلك الأخبار نحصل عليها من إعلام الكيان الصهيوني باعتباره الكيان قتل الكثير من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهناك نوعا ما بعض المؤسسات الإعلامية حرية تشتغل تغطية إعلامية للحرب في غزة، وكذلك حتى من إعلاميين إسرائيليين معارضين للحكومة نتنياهو. وهنا أود أن أتحدث معك عن الانقسام الداخلي والأزمة الداخلية في الكيان، إحراج أحزاب المعارضة لحكومة نتنياهو وحتى الإعلام الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو في الأيام المنصرمة الماضية ذهب إلى يعني أن يكون لديه اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس المعارضة. بل هو ذهب إلى أن تتوحد المواقف مع حزب الليكود وحزب بقية وإسرائيل يعني بلدنا وإلى آخره، وبقية يعني المسؤولين الإسرائيليين الموجودين هناك، من أجل أن لا يكون هنالك تشظي في القرار الإسرائيلي، لأنهم بدأوا يستشعروا بأن الخطر القادم هو انفجار داخلي، وهذا ما رأيناه أمامنا من خلال تصاعد وتيرة الأصوات التي تطالب بإعادة الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. وربما هذا الموضوع سوف يكون هو في الأيام المقبلة هو الورقة التي سوف تستخدمها بقوة حماس حتى تحقق الأهداف التي تذهب إليها. لكن بكل الأحوال
تسألني هل سوف تكون هذه المعركة هي المعركة الأخيرة؟ أنا أقول لك هي لن تكون المعركة الأخيرة. سوف يدخل بها بهذه الأوقات الوسيط الذي سوف يوقف إطلاق النار، وسوف تذهب في المرحلة المقبلة المقاومة الفلسطينية إلى إعادة شتات، إلى إعادة أفكارها من جديد، وتذهب إلى أن يكون لديها تطور جديد، وحتى يكون هنالك ربما منازلة أخيرة في المستقبل القريب أو البعيد. طيب دكتور إبراهيم، كنت تتحدث عن المفاجأة وعنصر المفاجأة إلى أي درجة هو مهم. يمكن طوفان الأقصى هذه كانت عملية مفاجئة، لكن الاجتياح البري اللي دا يحاول الكيان الصهيوني تنفيذه على قطاع غزة، هذا اجتياح يفترض أن يكون مخطط له، لكن لماذا فشل أو فشلت قوات الكيان بتنفيذ هذا الاجتياح؟ هو ليس مفاجئ. طبعا في نقطة المفاجأة، يعني بحسب ما سمعنا يعني ان حتى المجلس السياسي، المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والباقين لم يكن لهم علم بعملية طوفان الأقصى، يعني لا. كانت عملية سرية عسكرية. بالنسبة لهذا الاجتياح لماذا لم ينجح؟ الصهاينة منذ حروبهم السابقة على غزة وفي كل حروب يحشدون الدبابات ويهددون بدخول بري وحرب عسكرية بري. هم لا ينجحون لأن المعادلة بسيطة، هناك مقاومون برقاء. هم لحد الآن لم يفهم الصهاينة ما هي عقيدة أبناء أهل غزة. هم يقول لك طيب 2,400,000، طيب كم فئة حماس، كم هم مقاتلون من حماس؟ لا أحد يعرف، وأنا ضد أي أحد يشرح، يعني لا أوافق أي أحد يعطي رقم معين، هذه أرقام تظل سرية. لا يعرفون أن هؤلاء مقاومين القسام هم أبناء غزة، كل أسرة هي قسامية موجودة في غزة أو باقي حركة الجهاد وغيرها، ولهذا هم لا يواجهون فقط حماس، هم يواجهون مجتمع غزة بأكمله، هم يواجهون الفلسطينيون كلهم بأكمله، ولن تنجح. يعني رغم أن كل قوى العالم اليوم تكالبت على غزة، ونحن نأمل أن الألطاف الإلهية والتقادير الإلهية لها دور في هذه الأمور. هذا ما تحدث عنه حتى سماحة السيد حسن نصر الله في حرب تموز التي انتصرت فيها المقاومة الإسلامية والعرب والمسلمون خاصة. ثانيا أمر مهم، خلينا نتكلم، أنا مو عسكري ولكن بعطيك شيء من العسكري. احنا شفنا كيف هؤلاء الجنود يبكون ويفرون ويهربون من الخدمة العسكرية ويحملونهم يعني، وشفنا كيف التقارير، وزميلة لكم قناة الميادين أرسلت تقارير مهم تحدثت فيه عن كيف حياتهم هؤلاء في التكنات العسكرية، خمر، مخدرات، دعارة، زنا، رقص ليل نهار. كيف تأتي بهذا الجندي الذي هو معتمد فقط على القصف الجوي وتقول له اذهب بريا وهاجم؟ حتى ينقل أن عندما دخل القساميون في غزة في ما تسمى منطقة غلاف غزة، قال لهم الجنود العسكريون نحن هنا يعني سنسافر، لا نريد أن نبقى، فقط لا تقتلونا. إذن العقيدة مهزومة. على فكرة أستاذ الكريم، من بعد انتصار 2000 في لبنان بدأ الكيان الصهيوني يتهاون. كنت عندما تتحدث قبل سنين عن أن هذا هو أهوام من بيت العنكبوت، ربما هناك من يشكك في هذه السردية أو الرواية، ولكن اليوم باتت هي واضحة إلى الآن، واليوم 27 وأنا معكم أخي الكريم على الهواء مباشرة، الكيان الصهيوني عاجز على أن يخترق أي محور من المحاور، يتقدم في بعض الكيلومترات البسيطة اللي لا تتجاوز حتى كيلومترين ويتراجع. يعني دكتور أفهم من كلامك، إذا تسمح لي أفهم من كلامك، أن هذه المواجهة المصيرية بين الفلسطينيين والصهاينة اتخذت مستوى آخر؟ بالتأكيد اليوم يعني خرجت عن المستوى الذي كان مخطط له، وسمعنا احنا المتحدث القسام أبو عبيدة وهي تحدث أن هي اليوم معركة الإسلام، معركة المسلمين، معركة العرب، بل معركة الكرامة الإنسانية كلها، عزتنا وكرامتنا احنا كعرب كمسلمين، ومعنا حتى أحرار العالم في انتصار غزة. وخاصة اليوم
عندما يتحدث سماحة السيد حسن ستكون هناك معطيات جديدة. محور المقاومة اليوم بالتأكيد لن يقف مكتوفا، يعني أنت تشاهد اليوم حالة تأهب كبيرة في الجليل في شمال فلسطين المحتلة، وقسم منهم مليان، وقسم منهم والقسم الأكبر منهم من المستوطنين نزح إلى جنوب فلسطين المحتلة. في كل يوم في كل ساعة تتخذ أخي الفاضل الحرب شكلا معينا في السياسة، في الثقافة، في العسكر، في كل شيء. صحيح يعني مشاهد الذبح والدماء والقتل هي على مدار الساعة، ولكن في النهاية غزة اختارت حريتها، فلسطين اختاروا حريتهم. ولا ننسى أخي الكريم عساس في هذا البرنامج والتغطية لا نغفل حق أهلنا في الضفة الغربية وطول الكرم. شاهدت أنت كيف الأخلاق الصهيونية كيف يتعاملون مع من يعتقلونهم، يعني اليوم وهناك نوعية جديدة من الاعتقال، يعتقلون أهالي الصحفيين أبنائهم مديرين المكاتب، ويعتقلون كل من له تأثير فعلي على الرأي العام الفلسطيني والعربي وكل الإعلامي. وهذا الدليل الذي تقومون به أخي الكريم في وسائل الإعلام هو لا يقل عن الحرب الميدانية اليوم، وهذه حرب يعني يجب علينا نحن اليوم، كما هناك انتصارات في الميدان هناك انتصارات في الإعلام. تحية إلى أهل الجنين، تحية إلى أهل طول كرم، تحية إلى أهل الضفة الغربية الذين اليوم بالآلاف يعتقلون وتداهم منازلهم ليليا. سيد عمر، هناك كما ذكر الدكتور ترقب كبير لخطاب سماحة السيد حسن نصر الله باشر، ويمكن أول مرة سماحة السيد يعلن عن موعد لخطابه. لكن قبل هذا الخطاب أكو مواجهة ما بين حزب الله في جنوب لبنان مع الكيان الصهيوني، وهناك شهداء من حزب الله، هناك عدد كبير من الجيش الإسرائيلي تم قتلهم بهذه العمليات والضربات، أيضا قصف اليمن للكيان الصهيوني بهذه الصواريخ، وأيضا قصف قواعد أمريكية في العراق وفي سوريا. هل تعتبر هذه سيد عمر مؤشرات على توسع الحرب؟ لو خطاب السيد حسن نصر الله راح يوضح هذا المسار باكر. يعني بالتأكيد مثل هذا الموضوع هو مقدمات، أعتقدها بأنها مقدمات وإشارات واضحة بأننا متواجدون على الأرض، وبالدليل على ذلك ما ذكرته قبل قليل من استهداف القواعد الأمريكية وعملية إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين في اليمن، وبالإضافة إلى الجبهة الشرقية أو جنوب لبنان والمناوشات. أنا أعتقد بأنها مناوشات في هذه الفترات، أي بما معنى بأننا موجودين والطرف الآخر يقول لهم نحن بإمكاننا الرد عليك بقوة. ولهذا السبب أنا أقول بالأيام المقبلة وبعد أن سوف يكون هنالك ذهاب لضباب الحرب، سوف يتكشف لنا المشهد العسكري والسياسي والأمني بشكل واضح، على اعتبار بأن ربما سوف تكون هنالك يعني بخطاب السيد حسن نصر الله اليوم غد سوف يكون من خلاله إشارات واضحة لجميع الجهات التي هي في محور المقاومة، من أجل أن يكون لديهم استعداد حتى نفسي، وهم مستعدين نفسيا في هذه المرحلة بالتحديد. لكن يبقى كل شيء هو وارد، والسيناريوهات هي متعددة، وليس علينا إلا بأن نقول أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شحذ الهمم، وأن يكون هنالك إعلام حقيقي صادق يذهب باتجاه دعم المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. يعني احنا نتحدث عن يمكن تكافؤ حاليا المستويات، المواجهة والردع من قبل كلا الأطراف المتنازعة في هذه المواجهة، لكن لا ننسى الدور الأمريكي سيد عمر، أهميته حاليا، كيف سيتعاطى مثلا مع الهجمات اللي تتعرض لها قواعد في العراق وسوريا، وربما تتوسع هذه الهجمات في مناطق أخرى. يعني لا زالت الأوضاع بحاجة إلى قدحة وشرارة حقيقية وصاعق حقيقي يؤدي إلى انفجار الوضع بأكمله. لا زال الكثير منا هو فقط لم يضغط يده على الزناد ولم يضغط عليه بعد، ولكن أنا أقول بأن الاشتباكات إذا ما حصلت سوف تلتهم يعني مناطق واسعة، وسوف تتأثر بها دول إقليمية. لذلك
تذهب قطر اليوم بأن تأخذ دور الوسيط من أجل أن لا تتوسع كرة النار، لأن مثل هذا الموضوع سوف يؤثر على جميع دول العالم، وخصوصا بأن الاقتصاد العالمي اليوم بدأ يترنح وبدأت ملامحه تتضح من خلال ربما ارتفاع أسعار النفط في الأيام المقبلة، ولكن كل ذلك هو مرهون فيما لو كان هنالك نوايا حقيقية وجادة بأن تذهب جميع الأطراف إلى لحل هذا الموضوع وإيقاف إطلاق النار، وأن يكون لا يكون المدنيين هم يعني الضحية في كل الأوقات. النقطة المهمة التي أود أن أشير إليها، هنالك جزئية ربما بأن اليوم إسرائيل تعاني من نقص في الصواريخ الموجهة في داخل غزة، وهذا أيضا هو يستدعي إلى أن تكون المقاومة الفلسطينية تراهن على 3 عوامل لديها، وهي مقومات كبيرة. العامل الأول هو قوة العقيدة، والعامل الثاني هو الوقت، والعامل الثالث هو الذهاب إلى العمليات النوعية. واضح. خليني أيضا أستقبل عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سيد إبراهيم بيرام، ينضمنا مباشرة عبر الهاتف من لبنان. أهلا بك سيد إبراهيم. هناك ترقب كبير لخطاب سماحة السيد حسن نصر الله، إلى أي درجة ممكن أن يوضح هذا الخطاب مسار هذه المواجهة وخصوصا مسار المقاومة الإسلامية بشكل عام سيد إبراهيم؟ بالتأكيد السيد نصر الله لن يقول أنه سيدخل في المعركة. السيد نصر الله منذ اليوم التالي، يعني منذ 28 الأول الماضي، وهو قد دخل المعركة كما هو معلوم ولم يخرج منها. بالتالي يواجه طبعا وفق حساباته، وفق قواعد الاشتباك التي يراها، وفق غرفة عمليات المقاومة الإسلامية. هو يعني قال مرارا وتكرارا عبر قيادات الحزب أنه هو يجمد نصف الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لإسرائيل، يعني الحدود الجنوبية للبنان. هو أيضا يعني يشاغل الإسرائيليين ويستنزفهم من خلال عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا من جيش الاحتلال. هو أيضا يؤكد للقاسي والداني سواء الفلسطيني أو غير الفلسطيني أن جزء لا يتجزأ من محور يقاتل، بدءا من غزة مرورا بالعراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان والآن دخلت فيه اليمن. يعني كل ما يقال على أن سيد نصر الله غدا سيقرر دخول المعركة، هذا يعني فيه نوع من التفتيح للأمر. المعركة مستمرة. هل سيطور مشاركته؟ أنا لا أعتقد. أنا كمحلل سياسي أقول بأن السيد نصر الله سيؤكد 3 أمور بالغد. أولا، إن حماس هي قائدة المعركة هذه المرة ولست أنا، الأمر لي ليس الأمر لي، الأمر لحماس. 2، نحن يعني كما هو معلوم جزء من معركة حماس، متى طلبتنا وجدتنا. بالتالي هناك غرفة عمليات مشتركة، نحن وإياها نقيم الموقف ويعني يكون ردنا منسقا. طيب. يعني سيد نصر الله استطاع خلال الفترة الماضية، يعني خلال 26-27 يوما الذي مضوا، أم يعني يؤسس لتوازن رعب حقيقي. نعم. هو يعني دعمه للمقاومة في فلسطين المحتلة، ومن ثم مراعاته لي يعني خوف الشعب اللبناني من الدخول مجددا في حرب قد تشبه حرب يعني 2006 والتي اكتوى فيها لبنان. بطبيعة الحال هناك تشيذب في الساحة اللبنانية كما نعلم، هناك انشقاق يعني واضح تماما. ربما الأغلبية هي لصالح المقاومة، لكن على الأقل هناك هوجة عند العالم. طيب، لكن بسؤال أخير سيد إبراهيم، ماذا بعد الطوفان؟ هل تتوقعون فعلا أن تحدث تغييرات جيوسياسية في المنطقة برمتها كما قال الإمام علي خامنئي؟ يعني بالتأكيد ما حصل بسبعة الشهر الماضي شيء استثنائي، شيء لم يكن بالحسبان. لكن يعني أنا كمحلل أيضا أتحدث أنه لا يمكن لنا كمحور مقاومة من كل الأشراف والشرفاء في العالم يعني أن يعتبروا بأنه يمكن حسم الموضوع مع إسرائيل بهذه الجولة. الصراع مع إسرائيل مع الكيان الصهيوني الغاصب هو صراع تراكمي، يعني نحن نتحدث عن 70 عاما. بالتالي صارت معروفة القضية. هذا الكيان الآن يعني يهتز
والأمر ليس يعني من فعل هذه المعركة، المعركة مستمرة لم تتوقف. يعني غزة نفسها التي تعرضت بال 2005 على ما أعتقد شهدت 6 حروب أو 7 حروب أو 7 غزوات إسرائيلية. لذلك يعني كل الكلام عن أنه الآن ستسقط إسرائيل فيه نوع من الإفراط والمبالغة. القصة يعني معركة، أي صحيح معركة من معارك، لكنها المعركة الأعنف والمعركة التي أثبتت فيها قوى المقاومة يعني صحة مقولة أن هذا الكيان هو أوهام بيت العنكبوت. هذا الشعار الذي رفعه السيد نصر الله في إجبال في العام 2000، يعني بصيف العام 2000 بعد التحرير بكم يوم مباشرة. فالمعركة مستمرة، غزة تقاتل، نحن في جنوب لبنان نقاتل على طريقتنا وفق حساباتنا العسكرية والسياسية في آن ما. الشكر الجزيل لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم بيرام، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من لبنان. شكرا لكم، والشكر الجزيل لمدير المكتب السياسي الائتلاف 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي، كان معنا عبر سكاي من لندن. وأيضا الشكر لكم السياسي المستقل الأستاذ عمر الناصر. شكرا لكم سيد عمر، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.